بسم الله وبعون الله وتوفيقه ان شاء الرحمن. الاهلي بيواجه الترجي في المباراه الاولى من النهائي الافريقي 2018 باذن الله، المباراه الاولى في مباراه ممتده من دلوقتي على استاد برج العرب لحتى يوم 9 الجاري باذن الله الجمعه اللي جايه على استاد رادس. المباراه الاولى مرتبطه بالمباراه الثانيه، يعني هنتكلم كلام كتير جدا عن التفاصيل، لكن لازم اشكر طبعا محمد سعيد زميلي وامير هشام برضو زميلي، الناس اللي عملت تغطيه هايله جدا وكل المسؤولين على قناه الاهلي النهارده في ابهى صوره باذن الله، وليه لا وانت بتتكلم على المشهد الاخير من اهم بطوله في افريقيا. الاهلي هيواجه الترجي النهارده الساعه 9 واللعيبه هتبدا المباراه اكيد بافتتاحيه وهي الفتحه، لكن احنا كلنا مع الاهلي النهارده سواء كنا محللين او مذيعين او مشاهدين او الجماهير اللي موجوده في المدرجات او اللي موجوده خارج برج العرب او الموجوده عبر الشاشات، كلنا هنبدا بالفتحه مع بعض. خليني ابدا بها معاكم ان شاء الرحمن وكل اللي بيشوفني دلوقتي وكل اللي هيبقى موجود باذن الله تعالى ويشاهد اللقاء، وقبل ما يبدا اللقاء بسم الله وتوفيقه باذن الله نبدا الفتحه. خلوني ادعي معاكم او ابدا قرايه الفتحه وانتوا كمان معايا باذن الله، لان مباراتنا مع الترجي هتبدا من دلوقتي. نبدا بالفتحه وبعد كده نكمل مشوارنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. افتتاحيه كويسه باذن الله للاهلي في النهائي الافريقي موسم 2018 باذن الله، والتسعه يا اهلي.